اسمحوا لي أن أقول أن المرحوم الأستاذ صبري استفان علمنا قبل نيف وستين عاما في حرفيش، وكان معلما مجتهدا مواظبا، وفي أثناء درس الاستظهار أو المحفوظات، جيل اليوم لا يعرف لا محفوظات ولا حوادث، في درس الاستظهار أو المحفوظات علمنا قصيدة للمرحوم أحمد شوقي أمير الشعراء، عنوانها جدتي. فيها قال: لي جدة ترأف بي أحنى علي من أبي، إذا سرت في طريق هي تذهبي، إذا غضب الأهل علي كلهم هي لم تغضبي. وإلها كمالي، والله هذه القصيدة كأنها ما زالت ماثلة أمام عيني، كأنني بالأمس القريب تعلمتها. قد تكون هذه القصيدة تعكس بعض ما عاناه هو نفسه، وشعرنا كأنه هو الذي نظم هذه القصيدة. والأستاذ صبري اسم على مسمى فضلك. أستاذ صبري اسم على مسمى، والعائلة استفان. إذا عدنا إلى الجذور نرى أن كلمة استفان علم يوناني من أسماء اليونانيين، وتعني المتوج أو المكلل بالغار. واليوم ها كلمة استيفان أو استيفانيوس، كثيرون من الأباطرة والملوك والقياصرة في أوروبا وبشكل خاص في بلاد اليونان كانوا يحملون اسم استيفان، يعني إخوان عائلة استيفان معناها العائلة المتوجة، وتوجت بهذا المربي الذي عمل فيما بعد تكريرا للمجلس المحلي. نطلب له الرحمة من العلي القدير، وأن يحفظ الله الأسرة الكريمة، وإن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمه. كيف أنا بديش أخليك تحكي أو أحبك مش تحكي، يعني معقول إيش بكل المناسبات؟ يا رب ارحم. كي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يسترقون. يا رب ارحم. نسأل له رحمات الله وملكوت السماوات وغفران خطاياه والسكنى في جوار المسيح الذي لا يموت، ملكنا وإلهنا، إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. يا إله الأرواح والأجساد كلها، نعطي الموت وأبطل قوة الشيطان وهب الحياة لعالمه. أنت يا رب أرحم عبدك صبر الراقد، مكان نير في مكان نضر في مكان راحة، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، لك إله صالح ومحب للبشر. اغفر له كل خطيئة فعلها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس الإنسان يحيا ولا يخطأ، بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة، وعدلك إلى الأبد وقولك حق، لأنك أنت القيامة والحياة والراحة. لعبدك صبر الراقد أيها المسيح إلهنا، لك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي يسود الأحياء والأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة والقديسين المجدين الرسل الجديرين بكل مديح وآبائنا الأبرار اللابسين لها وجميع القديسين، وليرتب نفس عبده الصبر المنتقل عنا في مساكن الصديقين، ويريحها في أحضان إبراهيم، ويحصيها مع الصديقين، أنه صالح ومحب للبشر، ليكن ذكره مؤبدا. الله يرحمه. نودي اليوم
رجلا طيبا ابن هذه البلدة الطيبة، ابن هذه الرعية المقدسة، عاش فيها أكثر من 80 عاما، يعمل ويتعب ويضحي ويعطي من ذاته ليبني أسرة كريمة حب الجميع وبالذات أهل بيته، حب كنيسته وساهم دائما في بنائها. إخوتي، ما هو عمر الإنسان على الأرض؟ كلنا نعرف أن الإنسان عمره 70 أو 80 عاما، ورفدها إنما هو تعب ووجع، وتمر بنا سريعا مرور الطير، معلمنا المزمور على لسان أبي داود. بما أن هذه الحقيقة ونحن ليس ثابتون أو مخلدون هنا على الأرض، علينا أن نعمل من أجل حياتنا الأخرى، أن نعمل من أجل أبديتنا، علينا أن نعمل الصالحات، والذين يعملون الصالحات يرثون ملكوت الله. وعلمنا القديس بولس في الوحي الإلهي: لا دينون على الذين هم في المسيح يسوع، الذين لا يسلكون بحسب الجسد بل يسلكون بحسب روح الله. هيدا هدنا نحن المسيحيين، نحن معمدين، نحن أبناء الله بالمعمودية. لما هي دعوتنا، يجب علينا أن نتذكر دائما أننا غرباء ونزلاء على هذه الأرض، مسافرون إلى الأبدية، إلى الملكوت. كنا وطننا الحقيقي وطننا السماوي، وهذه الدعوة موجهة لكل بني البشر أجمعين، ولكن نحن قبلنا هالدعوة هاي واستجبنا لها بالمعمودية. ولما صرنا أبناء، يجب علينا أن نسلك كأبناء، علينا أن نعمل كل ما يلزم لكي نتصرف ونسلك في هذه الحياة الأرضية كأبناء لله الآب، إخوة للمسيح يسوع متمثلين به. وعلمنا الكتاب لسان بولس أيضا: اقتدوا به كما أنا بالمسيح. يجب علينا أن نقتدي به، أن نعمل أعماله، أعطانا قوة لكي نتبع خطواته. هاي دعوتنا كمسيحيين. الأخ صبري عمل ما يلزم لكي يتبع هذه الخطوات، لكي يعمل أعمال الله، وبالتالي يحظى بالأبدية السعيدة. وصينا كمان القديس بولس كلام واضح جدا: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأننا نؤمن أن المسيح قام، أن المسيح قام بين الأموات لكي يعطينا الحياة. أنا هو القيامة والحياة، هذا ما علمنا إياه، ومن يؤمن به لا يموت. بإنجيل اليوم نسمع كلام واضح أكثر بهذا الموضوع: إن من يؤمن بي ويؤمن بالذي أرسلني له الحياة الأبدية. وما هي الحياة الأبدية؟ أن نؤمن أن الله أرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي يفتدينا ويخلصنا ويعطينا الحياة، يعطينا القيام. لأنه لم يرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي يدين العالم، بل يخلص به العالم. هذه الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما، فلا نحزن كالباقين، بل نتذكر أننا قائمون مع المسيح يسوع. إذا عشنا بحسب وصاياه، إذا عشنا بحسب محبته، إذا عشنا بحسب حق إنجيله. هذه دعوتنا، وهذا ما يجب أن نتذكره ونتعلمه من كل ميتة لأي شخص عزيز علينا. إذن كنا متحلقين حول هذا النعش، حول هذا الشخص العزيز الذي نودعه اليوم، يجب أن نتذكر أننا جميعا بحاجة أن نكون تائبين، بحاجة أن نكون عاملين أعمال الله
وبالتالي ما علينا دينوني لأنه نحن أبناء لله وهيك عمليا فلا نحزن عندما نفارق أو نودع أقربائنا إنما نفرح بهم لأنهم ذاهبون مسافرون إلى الملكوت إلى السماء إلى الحياة الأبدية شريك لا نحزن علينا نبيس بولس فبما أنه هذه وصيته وهذا هو تعليمه وهذا هو إيماننا هذا إيماننا فلنفرح في الوقت ما يخلق يبكي لأنه عارف يمكن بوحي ربنا إنه جاي عليه أيام غربة سابقة في العالم وإحنا بنفرح فيه كثير وموزع حلوة وجاي والمال جاي كثير نعمل شغلات ولما حدنا واحد منا تارك هذه الدنيا إلى الأبدية نزعل كثير ونحزن ونبكي نحزن الفراق أما ما نحزن لأنه داهم إلى الأبدية لازم نفرح فيه ونرايح على الأبدية لازم نفرح فيه ونرايح على الأبدية في زمانات المسيحيين الأولين كانوا يعملوا وليمة على قبر المتوفي لأنه عارفين أنه داهم إلى الملكوت إلى السعادة الأبدية إلى حياة ما لم يخطر على بال بشر ما لم تروا عين ولم يسمع به أذن هذا ما ينتظرنا في الأبدية السعيدة وهذا لازم نعمل عشانه إخوتي وأحبائي باسمي واسم إخوتي الكاهن والمدير كان للرعية ومهو إلياس ومهو النبيل نقدم أحر التعازي بنات المرحوم أرملت المرحوم جميع أقارب أخوتهم نسائبه جميع الأحباء والأقارب جميع أبناء هذه البلدة الكريمة نقول لكم عمليا أنه هذا هو وقت الوداع والفراق لا أكثر لأن سنلتقي مجددا في الأبدية السعيدة إن شاء الله الله يرحمه ويرحمه ويرحمه